شاء الله يا رب كل المعلمين ياخذوا حقهم ليقدروا يعطوا الأجيال. عم حاول كون مثله بس صعب كتير. تعلمت الصبر، تعلمت المحبة. بقول لها أنه اشتقت لها وبقول لها أنه ضيعانك يعني. كل عام وأنت بخير. والله يعني ما فيني أقول فضل لشخص معين. الأساتذة اللي مرقوا علينا كتار وكلهم كان لهم فضل علينا، لقدرنا وصلنا لجامعات ودرسنا، وهلأ أولادنا كمان أساتذتهم الله يقويهم، ونتمنى يا رب تكون سنة خير عليهم. وضع المعلمين شوي صعب مثل الكل، نتأمل الكادر التعليمي ينال فضل أكتر من هيك، نتمنى ياخد حقه لأنه المجتمع بيبدأ من العلم. فإن شاء الله يا رب كل المعلمين ياخدوا حقهم ليقدروا يعطوا الأجيال. بتذكر كان عندي آنسة بالصف السابع عنا بدير الزور اسمها الآنسة هيلدا، بوجه لها تحية، هلأ صارت بأستراليا. كنت كتير حبها وهيك كان في إلها أثر يعني علينا. كان عندي معلم اسمه عوني السلطي، مدرس لغة إنجليزية. بتذكر من دخوله للصف حتى أسلوبه للعطاء وأسلوبه يعني الهادي والرصين، كان يحببنا بمادة اللغة. هذا ببالي ما بيطلع من ذاكرتي ابدا. ابي بعتبره معلم الاول، ابي معلم الاول، وخالي كان استاذ فرنسي بس كان قدير وفهيم الحقيقه. الله يرحمه ابي، توفى والله. شو بدي اقول له؟ عم حاول كون مثله بس صعب كثير، لانه هو قدوتنا وكان الحقيقه شهاده كبيره بالنسبه لنا. درسنا واجتهدنا بحياتنا بس مو مثله الحقيقه. شو اكثر شيء صبر وحب الشغل ومتابعة الأمور وفهيم وقدير بكل النواحي الحقيقة، يعني قليل اللي بتلاقي مثله. هلا مر على راسنا كثير معلمين، بس اللي بيأثر أكثر شيء اللي بيكونوا بالطفولة بالمدرسة الابتدائية. كان عندنا أنسة، مع أنه كبيرة أنا صرت يعني، أنسة كانت هي أنسة ابتدائي تعلم كل المواد، علمتنا الشغلات الأشغال اليدوية، ونعمل لوحات من القماش ونلزقها هيك على قد حيط الصف. ثانوية كان في عنا مدرس كيمياء كتير كنت حبه، وفي حتى بالجامعة كمان كان في دكتور كمان كتير له معزة كبيرة عندنا وعند الشباب كلها اللي كانوا معنا. يعني كان يفهم بطريقة كتير حلوة وسهلة وسلسة جدا، وبتحسي انه كأنه هو مثلنا يعني، يعني نفس العمر، بيفهمنا بطريقة انه مو صعبة لازم تفهموها. بس عمتي كل عام وانت بخير. والدي كان احسن معلم بالنسبة لي بالحياة، كنت اتعلم منه كتير شغلات ولحد هلا الحمد لله الله يطول بعمره، بيخلي كتير قصص الحكمة والهدوء، وانه بيعطي كل شيء حجمه الطبيعي. امي تعلمت الصبر، تعلمت المحبة، تعلمت الأخوية مع أخواتي، تعلمت الضحك، تعلمت كتير شغلات. أمي معلمة نمبر 1 بالشرق الأوسط وبأفريقيا الوسطى وبالكوكب. في كان عندي أنسة إنجليزي توفت هي من 2019، كان درسني من أنا وصغيرة، وهي كانت كمان صديقة يعني كتير كتير مقربة، فهي أكثر حدا مؤثر فيني. بقول لها أنه اشتقت لها وبقول لها أنه ضيعانك يعني.